السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم الفطور ديالي او بعض المقتطفات اللي صورت. انتم عارفين الواحد ملي كيكون في الكوزينه وخصو يصور، يعني خصو الوقت شويه، والوقت كتجري كتقرب للمغرب، صافي دغيا خصك توجدي الطبله. المهم كيف كتشوفوا، درت الحريره، درت المهم عجنت العجينه عادي بشويه الخميره والملحه وشويه السكر، حيدت منها رغيفات والمقله، وحيدت منها المخمره ديال الفران والحريره كيف كتشوفوا. يعني هنا يلا درت ليها الشعريه الرقيقه او ديك السفه، انا كندير السفه يعني رقيقه كتجي زوينه. وغادي ندير ان شاء الله الحوت ديال الميرنا، وهنا درت شويه ديال لي طاغت كيف شفتوا معايا. ما درتش، ما بينت لكمش الميكس كان صايبه، نتوما عارفوا الوقت ما جاتنيش باش نبقى نصور ونخدم، واصلا كانت مخسره ليا هذيك اللي كنصور بها، كانت رسات ليا وقلت نشارك معكم بعد الفطور ديالي اليوم. وبالنسبه هنا خديت العصير، درت العصير ديال الليمون اللي كيجي زوين وصحي بزاف. كناخد خيزو كنقطعها، يعني القشره ونقطعها وكنضيف عليها الفريز، والليمون كنعصرو وكندوزو في المونينيكس. ودرت العصير ديال الديسير، كل واحد واختيار ديالو، كل واحد الذوق ديالو كيفاش كيبغي. كاين اللي كيبغي لافوكا، كاين اللي كيبغي التفاح، كاين اللي كيبغي التفاح والبنان. المهم علينا، ايوا هذا هو الفطور اللي درت معكم اليوم، وبغيت نشارك معكم الفطور ديالي وكنتمنى يعجبكم. وان شاء الله رمضان مبارك سعيد. كيف شفتوا هنا، هنا كنت دايره اصلا دايره كيكه، المهم كيكه دايره بالكاكاو، وهذه كي المخمره اللي درت كتجي زوينه، وهذه الحريره اللي وجدت، وهذه كنت مصايبها البارح معمره بالشعريه الصينيه وبالكفته. راه صورت هذا ان شاء الله غادي نحطها لكم، وضروري اتاي بالنعناع، وهادو هما الرغيفات اللي درت اولا المخمرات ديال المقله، وضروري الحوت، يعني ضروري خصنا الحوت، خرج لي كيبغي الحوت. وبالنسبه للي طاغت اولا دوك عمرتهم غير يعني غير بالنشا، وهذا كيجيو زوينين، كيجيو زوينين، ويمكن لكم تزوقوهم باش ما بغيتو هذوك، يعني تزوقوهم باش ما بغيتو. وهذه هي الطبله، هنا كانت ادنات المغرب، ويلا كنت حطيت الطبله، يعني الوقت كتجري انتم عارفين خاصك المغرب تكوني كتحطي ولا حطيتي. وهذه هي الحريره، صافي هنا دابا غادي نبدا نحط باش ان شاء الله غادي نفطروا. هنا كانت ادنات المغرب، وهذه هي الحريره اللي درت كيف كتشوفوا، كتجي زوينه بزاف. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفطور البسيط اللي شاركته معكم، ويلي عجبكم ما تبخلوش علينا بلي لايك وضغط على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا باي جديد في القناه. وصافي هذا هو الفطور اللي درت اليوم، يعني كل واحد واش كيدير، وكل نهار ارزقه، يعني كاين نهار اللي كديروا فيه شي حاجه غير طويجين، كاين نهار اللي كديروا فيه الحوت، كل نهار وشنو. ايوا وصافي كيف كتشوفوا، صافي خويت هنا العصير وباش غادي نفطروا، وشاركت معكم هاد النهار ديالي. الله يتقبل منا ومنكم يا ربي، امين، ويغفر لينا ويغفر ليكم يا ربي. وعشركم بروكه، ورمضان مبارك سعيد. وغادي نقول لكم بسلامه عليكم، يعني جيت لكم هذا الفيديو خفيف ظريف باش ما نطولش عليكم، وغادي نقول لكم بسلامه عليكم في فيديو الجاي ان شاء الله.